عجل التطوير تسير من حين إلى آخر. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأحسن تكوين. انطلاق أشعل شمعتك بهذا العالم والشبكة العنكبوتية والتكنولوجيا المتطورة لتكون المنبر الوحيد والقريب من الجميع، لنوصل لجميع العالم النصيحة المفيدة والطريقة السليمة لامتلاك جسم صحي وسليم خالي بعيد عن الأمراض. أشعل شمعتك ليس منبر لطبيب أو خبير، بل هو كادر كبير يضم خبراء وأطباء وعلماء كرسوا أنفسهم وعلمهم ودراستهم ليضعوها بين يديكم أينما كنتم. أسرار الطبيعة والفواكه والخضروات والبقول هي العلاج الأول والأخير. إن اكتشفناها لن نحتاج لزيارة طبيب. نولد ولوحة حياتنا بيضاء نقية، منا من يحولها إلى سواد ومنا من يحافظ على نقائها وصفائها. اليوم جديد وكل يوم جديد وكل يوم أحلى من اليوم، وبكرة أجمل والقادم دائما أجمل وأحلى. اليوم رح نتكلم عن تقنية الألوان، ودائما مع تقنية الألوان ومنرجع لتنزيل الوزن. مش نفس الكلام اللي حكيناه ديك المرة، لا، هذا ببيتنا. كيف بدنا نخلي ينخفض وزننا ونساعد مع هذاك الفيديو اللي سويناه. من 4000 سنة تقريبا كانوا يستخدموا هاي الألوان، وبالطريقة اللي هلا رح لكم اياها، وألوان أساس البيت بهالطريقة هاي. وكان ما في واحد، كل الناس رشيقة، كل الناس نحيفة، كل الناس ما شاء الله تبارك الرحمن. من زمان كانوا يعالجوا بالألوان مشاكل الجسدية والعقلية، وهاللي هي عبارة عن التوازن الأساسي بالجسم، بطاقة الألوان بالجسم، الحفاظ على الجسم والعقل والروح بنفس الوقت بطريقة الألوان، إن كان كهربة الألوان أو جلسة الألوان اللي إحنا بنجلس فيها، أو الصالون الضيوف أو غرفة النوم أو طاولة السفرة. يعني بدنا نستفيد من كلامنا إنه الألوان اللي بدنا نستعملها لفقد الشهية، ألوان كتير مهمة تكون بحياتنا اليومية، إن كان بغرفة الجلوس ولا بالمطبخ ولا بجلستنا على طاولة السفرة. وإن شاء الله رح أعطيكم المعلومة وسر فقدان الشهية ونزول الوزن بطريقة كتير كتير حلوة. اللون الأزرق كتير مهم لقمع الشهية، بخليك شهيتك ما تشتهي أي شيء من الأكل، ما بتقدري تاكلي إلا الأشياء اللي بإنك مشان جوعاني، مشان بدك تغذي نفسك بس. يعني حتكون أكلتك هالقدة، ما تاكلي صحن رز هالقدة ولا رغيف خبز ولا شي تميسة كبيرة، هذا منحط لون التلاجة لون أزرق. وإذا ما قدرنا نلون التلاجة لون أزرق، لما تفتحي التلاجة غيري اللمبة تبع التلاجة وحطيها لون زرقاء. مرة على مرة حتلاقي أكلك اللون، أنت ما عم تقدري تاكلي، يا الله أنا شو صار معي، ليش ما عم بقدر آكل. بهالطريقة هاي حيخف وزنك بطريقة سحرية ولح تستغربي. مثلاً اللون الأصفر، كيف بدنا نستعمل اللون الأصفر؟ بنظارة، بنجيب نظارة لونها صفرة، نظارة شمسية، نظارة ألعاب للولاد مثلاً، هاي نظارة شمسية بنحطها كل يوم تقريباً لمدة نص ساعة، بس نص ساعة نظارة صفرة. بناتي كان اجتهم ايام واحدة منهم تاكل زيادة وصار له بطن، وانا خفت عليها لانه هي اولها، لو سبتها تاخذ راحتها وحتصير مدورة. اوام جبت لها هي النظارة مشان شجعها. شوفوا شلون شكلها، شكلها كتير حلو، شوفوا شكلها كتير حلو. كانت تجن فيها وصرت حط لها اياها، ومن جد قلت شوي قابليتها وصارت ما تطلب الاكل زيادة، بس برضو
بدها انك تسيبيها يعني كل يوم نص ساعة فقط لا غير، بتزبط الشهية وبتوازن عندك الأجهزة وسبحان الله بس هالنص ساعة لمدة معينة لما تشوفي ان انتي صرتي متوازنة. لانه في ناس عندهم شهوانية مو طبيعية على الأكل، بهي النظارة حتقدري تزبطي نفسك وتزبط نفسك وتزبطوا عيالكم بطريقكم. مثلا اللون الأحمر، اللون الأحمر كمان بيخفض الوزن وبيخفض الشهية للأكل وطلبك زيادة دائما على الأكل. شلون بدنا نعمله؟ نعمل تنفس عميق، تأمل، منجيب اللون الأحمر، جبنا اللون الأحمر، عشنا مع اللون الأحمر كل يوم لمدة نص ساعة، بتحسي حالك اللون الأحمر عم يخليك تفقد شهيتك وعم ينزل وزنك على فكرة بدون ما تحسي. مثلا لو ما قدرتي تعملي هذا التأمل، لأنه في ناس ما بيقدروا يشوفوا من أكل اللحوم وأكل الخضار هو اللي بيخليكم تشوفوا بالتأمل أكثر، بتجيبي نظارة كمان حمراء وبتضلي عم تشوفي الدنيا كلها حمراء مرة على مرة، بتقدري تعملي بعدين تأمل وتشوفي اللون الأحمر بيقوم هذا كمان بيفقد لك الشهية بطريقة ما شاء الله بدون ما تتعذبي. تعالي كلي بتاكلي لقمتين أنا شبعانة، يعني خلاص صرتي أنت شغلة هيك، يعني عم ينزل وزنك بدون ما تحسي. مع شوية لعب رياضة مشان ما يصير في معنى سلوليت، يصير معنى مثلا تجاعيد، لأنه السمن لما بيصير بينزل بيقوم بيصير بيهرهر هون الجلد. منحاول نلعب رياضة هي المشي فقط ولا تلعبوا أي شيء، ونستعمل أربع النقاط يلي قلنا عليها. الأربع نقاط هي جدا جدا مهمة، كمان بتساعدكم بتنزيل الوزن. أما اللون الأخضر والبنفسجي والأزرق، هدول الألوان الثلاثة، هدول بنعملهم غرفتنا الجلوس اللي بنجلس فيها. طالما موجودين هالثلاث ألوان بغرفة الجلوس بيفقد لك الوزن بطريقة مو طبيعية. حتى الصور اللي بنحطها مثلا فوق غرفة الطعام تكون ملونة بهالألوان الأخضر والبنفسجي والأزرق، كمان بيفقد لك ما بيخليك تاكلي كتير. كمان المكان المطبخ مثلا تختاري من هالثلاث ألوان، كمان بتصيري بتطبخي وبتطلعي بتكوني نص شبعانة، يعني نص أكلك كأنك أنت نص أكلة، يعني كتر الأكل بيقولوا لي ما عم ناكل والله شلون عم نسمن. أنا ما بيدخل براسي هالكلام، يا أما عم تاكلوا يا أما عم تاكلوا وجبة واحدة مرة واحدة بس وتضلوا طول النهار بلا أكل، هذا أكبر سمنة بيعملكم بجسمكم. يعني نحاول دائما غرفة جلوسنا، غرفة طعامنا، مش الغرفة اللي بناكل فيها، لا، صور، الستارة، الشباك، الباب يكون من هاي الألوان، لأنه كتير كتير حتستفيدوا بفقدان الشهية وانخفاض الوزن. طبعا ما بنصح بهالقصص هاي كلياتها للنحفة، النحفة إلهم ألوان تانية بعطيهم إياها مشان يسمنوا. وآخر لون اللون الأسود مشان خفض الشهية، هاي الألوان كلها اللي حكينا عليها مشان خفض الشهية، مشان تنزيل الوزن بطريقة رائعة جميلة بدون أي أمراض بدون أي شيء. خفض الوزن، الوزن الزايد، يعني لو وزنك 100 كيلو باللون الأسود تكون طاولتك لونها سودة، طبعا الصفرة والكراسي لونها أسود، إذا طاولتك غير اللون الأسود جيب ستارة لونها أسود وحطها خليك تاكل عليها. مجرد ما تحطوا هذا اللون كم يوم بتلاقوا حالكم عم يخف أكلكم، عم تاكلوا، يعني لو عم تاكلوا 10 معالق حتاكلوا 3 معالق، لو بتاكلوا 3 معالق حتاكلوا معلقة واحدة، عم قلكم مثلا. يعني أنا بنقدر كمان نجيب بغرفة الجلوس اللهم صل على النبي الكراسي، مو بس الطاولة، حتى الكراسي اللي قاعدين عليهم بخفضونا وزننا. نقدر نجيب معالق، نجيب صحون لونهم أزرق، لونهم بنفسجي، لونهم أخضر، معالق مثلا المناديل حقة اللي بنحطها مثلا، نعود أولادنا نحط المناديل، هذا كلياته بيساعدك على نزول الوزن إذا كنتوا سمان. وبرجع بقلكم النحفة لا يعملوا بهال الخطوات هي اللي قلت عليها، الخطوات العلاجية، لأنه حتى نحفهم أكثر، لأنه هي طرق كتير كتير بتنحي. إن شاء الله تستفيدوا وانتظروني للفيديو الجاية بإذن الله تعالى.